السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة ويوم جديد في مزرعتك في بيتك. النهاردة الخميس 29/8/2024، حلقة اسعار جديدة مبشرة لاخواتنا المربيين. وزي ما قلنا امبارح لاخواتنا اللي متابعين معانا ان اسعار الكتاكيت هتنزل، وبالفعل النهاردة فيها نزول، وبفضل الله وبفضل حضراتكم صوتنا بيوصل للمعني بالامر. طيب قبل نبدا كالعاده، ما تنسوش الصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش كمان تنزلوا حالا في التعليقات تكتبوها بايديكم ويخلوها شاهد لينا يوم القيامه. اي حد عنده اي سؤال يكتبوا لنا في التعليقات تحت الفيديو، برد على معظم اسئله حضراتكم قدر المستطاع. ندخل في الحلقه على طول النهارده، ما تنسوش تحطوا لايكات كتير علشان صوتنا بيسمع يا جماعه، والكلام اللي احنا بنقوله في الفيديوهات ده ما تستهونوش بيه لان فعلا بيتسمع. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح، كان فيه مؤامره على اخواتنا المربيين علشان يجروا يشتروا الكتكوت امبارح بعد نزول الاعلاف وارتفاع الفراخ البيضه. ده كان فخ كده يا جماعه علشان الناس تجري تشتري الكتكوت. وزي ما قلت لحضراتكم ونبهتكم امبارح ان المربي عليه عامل كبير جدا جدا في سعر الكتكوت يا جماعة، او في تحديد سعر الكتكوت. كل ما كان فيه سحب من المربي، كل ما الشركات رفعت سعر الكتكوت بدون سقف. وبالفعل النهاردة مع نزول السحب او السحب النهاردة، عاوز اقول لكم ابتدى ان هو يضعف شوية. الناس ابتدت تاخد بالها، والناس ابتدت تفهم الكلام اللي احنا بنقوله، والمربيين بقوا خلاص عندهم وعي كافي ان هم يقدروا يتحكموا في السوق. فتاني هقول لحضراتكم برضو اهدوا، سعر الكتكوت اي نعم نزل النهاردة، ولكن مش النزول اللي هو مفروض يكون عليه. مفروض يكون سعر الكتكوت اقل من كده بكتير، ولكن احنا برضو مكملين يا جماعة. اهدوا، مش مجرد ان الكتكوت يبدأ ينزل 2-3 جنيه تبدأوا تجروا تاني على الكتكوت فتعملوا سحب فيترفع عليكم تاني كمربيين. اهدوا، الاسعار هتهدى، لان النهاردة فيه نزول في اسعار الفراخ البيضة. امبارح الفخ اللي هم عملوه واتنين جنيه رفع في سوق الفراخ البيضة، النهاردة نزل مع نزول الكتكوت، نزلوا الفراخ البيضة النهاردة للأسف لاخواتنا اللي بيبيعوا، ولكن هو السوق كده يا جماعة. المهم ان انت تطلع فرخ سوبر باي سعر ربنا هيرضيك باذن الله، ولكن ارتفاع سعر الكتكوت ده مبالغ فيه، ولازم يكون له حد ولازم يكون له وقفه. زي ما بنقول في كل فيديو، لازم يكون فيه سقف لسعر الكتكوت، مش يسعر كده جزافي وكل شركه بتحط سعرها والمربي يجري يشتري. كان حرام بجد ان الكتكوت خلاص دخل على 40 جنيه، وفيه محافظات فعلا كان الكتكوت بيتباع عندها ب 40 جنيه. وهسيب لكم التعليقات، اخواتنا بيقولوا الكلام ده في التعليقات. يبقى نهدى، الاسعار هتهدى على طول اوتوماتيك، مجرد ان السحب يقل الشركات هتودي الكتكوت فيه. اصل الكتكوت ده سلعه لا تخزن، يعني هم غصب عنهم لازم ينزلوا بسعر الكتكوت طول ما فيه عدم سحب او سحب معقول. لكن الجري على الكتكوت يا جماعه بيعمل له سعر، وبترفع انت السعر على نفسك كمربي. فاهدوا، الاسعار هتنزل خلاص. اما بالنسبه لاخواتنا اللي بيخرجوا فراخ النهارده، السوق نزل 2 جنيه في سعر البورصه بالنسبه للفراخ البيضاء. اما بالنسبه للاعلاف، ثبات على النزول اللي حصل، والايام اللي جايه ان شاء الله ممكن يكون فيه نزول بالنسبه للاعلاف اكتر من كده خلاص. اما بقى بالنسبه لاسعار البيض، حدث ولا حرج، ارتفاعات، ويقال ان الامهات المنتجه للبيض قليله في السوق. فخلونا نستنى ونشوف الايام اللي جايه فيها ايه. ولكن تاني هقول لحضراتكم، مش معنى نزول الكتكوت 2-3 جنيه نقوم نجري عليه. فهمتوا قصدي ايه؟ اهدوا علشان الاسعار تهدى عليكم، والايام مش هتخلص. حتى لو ما سكنتش الاسبوع ده، هتسكن الاسبوع اللي جاي في الاسعار الهاديه شويه خلاص. تعالوا بينا نعرف الاسعار كلها النهارده. ما تنسوش الصلاه على الحبيب المصطفى اهم حاجه، وما تنسوش كمان ان انتوا تشيروا الحلقه علشان الكل يعرف الاسعار الحقيقيه والفعليه النهارده، سواء في تنفيذات المزرعه، سواء في اسعار الكتاكيت الجديده، سواء في اسعار الاعلاف والبيض وكل اللي يخص المربي والمستهلك. النهاردة هنتكلم فيه، لو لسه مش مشتركين معانا او لسه جداد علينا، انزلوا حالا اعملوا اشتراك، هتستفادوا كتير جدا. واخواتنا اللي متابعين معانا عارفين ان احنا دايما صوتنا عالي، ودايما صوتنا مسمع بفضل الله وبفضل حضراتكم وبفضل دعمكم للقناة. محتوانا محتوى هادف يا جماعة، محتوى بيقول لكم الحقيقة يوميا بما يرضي الله، وبيقرأ لكم السوق من واقع شغلنا داخل السوق يوميا يا جماعة. أنا يعني مش بنجم ولا أي حاجة، كل الحكاية إن إحنا في السوق يوميا، فعارفين الدنيا بتبقى فيها إيه، وبنكلم حضراتكم من داخل المطبخ يا جماعة. فصدقوني الكلمة اللي أنا بقولها لحضراتكم بتكون كلمة من القلب. ببقى خايفة على إخواتنا المربيين، ببقى خايفة كمان على إخواتنا المستهلكين. وقت نزول الفراخ بنقول لهم يا جماعة خزنوا، لأن الفرصة دي مش هتيجي تاني
خلاص تعالوا بينا نعرف بقى كل الاسعار النهارده. ما تنسوش الصلاه على الحبيب مصطفى ولايكات كتير جدا للفيديو. يلا بينا. البط البلدي ارض المزرعه 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو. المسكوفي ارض المزرعه 100 والمحلات 110 جنيه للكيلو. المولر ارض المزرعه 75 والمحلات 85. الفرنساوي ارض المزرعه 65 والمحلات 75 جنيه للكيلو. الحمام البلدي ارض المزرعه 130 والمحلات 140 جنيه للجوز. السمان ارض المزرعه 80 والمحلات 90 جنيه للجوز. الروم البلدي الاسود ارض المزرعه 115 والمحلات 125. الروم الابيض ارض المزرعه 90 والمحلات 100 جنيه للكيلو. الارنب ارض المزرعه 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو. الفيومي والرزي ارض المزرعه 105 والمحلات 115 جنيه للكيلو. الفراخ البلدي الحر ارض المزرعه 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو. الساسو ارض المزرعه 85 والمحلات 95 جنيه للكيلو. امهات الساسو ارض المزرعه 80 والمحلات 90 جنيه للكيلو. ابيض بياض ارض المزرعه 60 والمحلات 70 جنيه للكيلو. احمر بياض ارض المزرعه 75 والمحلات 85 جنيه للكيلو. امهات الفراخ البيضه الهبرد الكبيره ارض المزرعه 67 والمحلات 77 جنيه للكيلو. اما عن اسعار الفراخ النهارده نزول 2 جنيه اللي اترفعوا امبارح نزلوا النهارده. ارض المزرعه 65 جنيه والمحلات من 73 ل 75 جنيه. وما تشتريش باكتر من كده كمستهلك. اما عن اسعار البيض النهارده ثبات على الارتفاع. الطبق البيض الابيض من التجار للمحلات 160 والمحلات للمستهلك 170 جنيه للطبق. الطبق البيض الاحمر من التجار للمحلات 165 والمحلات للمستهلك 175. الطبق البيض البلدي من التجار للمحلات 160 والمحلات للمستهلك 170 جنيه للطبق البيض البلدي. اما عن اسعار الاعلاف النهارده نزول في بعض الشركات وصل ل 1000 جنيه. الطن بيتراوح من 19000 لل 22. العبوه وقطعي في المحلات 25 كيلو 530. بادي سوبر 520. نامي 515 ناهي. والكيلو قطعي في المحلات من 22 ل 23 جنيه. نزول الرد النهارده العبوه 40 كيلو 435 والكيلو قطعي في المحلات 12 جنيه. ادي العبوه 25 كيلو من 390 ل 400 جنيه. المكرونه العبوه 10 كيلو من 180 ل 200 جنيه. رز بلدي عريض العبوه 25 كيلو 560. رز بلدي رفيع العبوه 25 كيلو 540 جنيه. اما عن اسعار الكتاكيت النهارده بدايه النزول. وخلي بالكم يا جماعه اثبته، ما تجروش على الكتكوت تاني علشان ما يرفعش تاني من الشركات. البط البيور 39 جنيه. الفرنساوي 23. شريفان 30. البكيني 21. مولر محلي 45 جنيه. المسكوفي المخلط 45 جنيه. المسكوفي الار 41 52 جنيه. اما عن المولر النهارده المستورد 54 جنيه. رومي برونزي 48 جنيه. رومي بلدي اسود 47 جنيه. السمان من 6 ل 10. فيومي لحمه 20. الجميزه البياض 19. الجميزه البيور 25. رزي فرزي ديوك 25. رزي برابر 18 جنيه. رزي على وشه من 20 ل 22 جنيه. بلدي حر 11 جنيه. بلدي محسن 12. فيومي بلدي 11. بلدي مشعر 11. بلدي هجين 11 جنيه. اما عن الهجين العالي النهارده 20 جنيه. ساسو جلتاني 21 جنيه. ساسو شفر مزارع من 22 ل 23. اما عن الكتكوت الابيض الاهالي النهارده ارض معمل بادئ من 28 ل 30 جنيه. والشركات بادئ من 31 ل 35 بعد ما كان وصل 38 جنيه يا جماعه. ودي الاسعار الحقيقيه النهارده، ما تخلوش حد يستغلكوا ويقول لكم لسه الاسعار رافعه. واهدوا تاني للمره المليون داخل الفيديو وحطوا تحتها مليون خط علشان الكتكوت يهدى يا جماعه والاسعار تهدى لحضراتكم. دي كانت الحلقه النهارده، بجد من قلبي بشكركم جدا على حسن المتابعه، بشكركم جدا جدا على الثقه الغاليه، بحبكم جدا في الله. شكرا لكل اخواتنا من مصر ومن الدول العربيه. استنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني بالف صحه وخير. تحياتي للجميع.